بداية أستاذي الكريم، ما الأساس التشريعي للصيام في اليهودية؟ هل نتحدث هنا عن أمر إلهي مباشر تحمله نصوص التوراة بأسفارها الخمسة، أم أنه اجتهاد للكهنة أو الأنبياء ورجال الدين اليهود؟ علما أن النبي موسى عليه السلام صام 40 يوما في صيام التيه، كما صام داود 7 أيام وغيرهم من الأتقياء. ما الأساس التشريعي لهذه الفكرة في اليهودية؟ عموما يمكن القول أن الصيام في اليهودية ارتبط بنبي الله موسى عليه السلام كما ذكرت حينما تلقى ألواح التوراة. فكما هو معلوم فقد أقام موسى عليه السلام 40 يوما في سيناء حتى نزل عليه الوحي من الله، وفي هذه الفترة ظل صائما، فلما انتهى موعده مع ربه عاد إلى قومه بشريعته. حسب اليهود فهم يقولون إن صيام 40 يوما كان واجبا وفرضا فقط على موسى لوحده ولا يلزم باقي اليهود. لكن الأساس طبعا بالعودة إلى نصوص التوراة، فيمكن تعداد مجموعة من النصوص يعني مختلف الأسفار، أسفار التوراة بما في ذلك أسفار موسى الخمسة، تحدثت عن الصوم. ويمكنني أن أستقي بعض النصوص فقط هنا لكي أدلل على أن الصوم هو تشريع لدى اليهود. فمثلا أذهب إلى سفر نحمية يقول: وفي اليوم 24 من هذا الشهر اجتمع بنو إسرائيل بالصوم وعليهم مسوح وتراب. في سفر توبيا أيضا يقول: صالحة الصلاة مع الصوم، والصدقة خير من ادخار كنوز الذهب. سفر يهوديت كذلك ويقول: وصرخ كل الشعب إلى الرب بابتهال عظيم، وذللوا نفوسهم بالصوم والصلاة هم ونساؤهم. أيضا سفر إستر، ويعني سفر أو صوم الذي ستشرع إستر وربما سأتحدث عنها لاحقا، أيضا ورد في سفر إستر ويقول: فخلعت ثياب الملك ولبست ثيابا للحزن والبكاء، وعوض الأطياب المختلفة ألقت على رأسها رمادا وزبلا، وذللت جسدها بالصوم، وجميع المواضع التي كانت تفرح فيها من قبل ملأتها من نثاف شعر رأسها. وكذلك في سفر المزامير: أما أنا ففي مرضهم كان لباسي مسحا، أذللت بالصوم نفسي وصلاتي إلى حضني ترجع. إذن النصوص هي كثيرة، ربما تصل إلى يعني هناك العشرات. ورد الحديث عن الصوم في مختلف المواطن ولأسباب أو لسياقات ولاعتبارات يعني تاريخية أو أحداث مر بها اليهود. إذن عموما يمكن القول بغض النظر عن كون الصيام عند اليهود فريضة أم نافلة، إجباريا كان أم اختياريا، فالقصد منه أيضا عندهم هو أن الامتناع عن الطعام والشراب وباقي الشهوات هو تدليل للنفس أيضا وترويضها أمام مغريات الجسد. إذن تقريبا المقصد من تشريع أو من شريعة أو شعيرة الصيام عند اليهود أيضا هي تتقاطع مع نفس المقاصد في الشرائع السماوية الأخرى.